improving neonatal feeding outcome. Mission is not impossible. تفضلي دكتورة إينس حضرتك. السلام عليكم جميعا، معلش انا عارفه ان في طبعا رشف تايم معانا، يعني ان شاء الله هنراعيه. الاول بشكر استاذ دكتور اسامه حسين على دعوتي ان انا اشارك في الهاي ساينتفك ايفنت، يعني الجميل قوي ده. تقدمك جميله زميلتي وحبيبتي دكتوره مريم ابو شادي والمنصه الكريمه. لما جينا نتكلم النهارده اتفقت مع دكتور اسامه طلب مني ان انا اتكلم على حاجه تكون براكتيكال، واحنا بنتكلم هنا في قلعه النينوتولوجي. البريماتيور طبعا كلنا عارفين ان هو مختلف بمعنى ان هو برون اكتر لإلنس، عنده جات اماتيوريتي، عنده لو بودي ستور لكل المايكرو نيوترينت، بالاضافه الى ان هو مطالب ان هو يبقى عنده هاي فلويد ريكويرمنتس، هو ما يقدرش يعمل الكلام ده، وان ادكويت فيدنج سكيلز. ايه اللي بيفرق معانا كلنا في حضاناتنا من ان الطفل يجي لي بريماتيور يقعد يومين ثلاثه وانا انيشيت ويبتدي يتحسن معايا وازود التاسك بتاعه يخرج ثلاث اربع ايام، وواحد ثاني يقعد معايا اسبوعين ثلاثه مفيش اي بروجريس في اي حاجه. اللي بيفرق الكلام ده كله ما يعرف بالفيدنج سكيلز. الفيدنج سكيلز دي هي قدرته على انه يتعامل مع التاسكس اللي انا بديها له بروجريسفلي تزيد. ولازم وانا بتكلم ابقى عارفه كويس قوي انه من اول ما ابتدي اقول يا اورال فيدنج في البريمي لغايه ما يوصل لتوتال اورال فيدنج دي بتفرق تماما، من ايام لاسابيع اب تو للاسف شهور، وكل ده بيبقى ديفلوبمنتلي سبورتد. طب هو انا في الايرلي فيدنج سكيلز المفروض ان انا اعرف ايه؟ المفروض ان انا ابقى عارفه كويس قوي الفيدنج توليرنس بتاع الطفل ده، how to organize oromotor functioning to maintain the stability بتاعت الرضعه وانه يفضل engaged جواها. ايه الكلام الكبير ده؟ ما نسيب بقى اللي يرضع يرضع واللي ما يرضعش واللي ياخد اسبوع واللي ياخد شهر. لا، الحقيقه كل الليترتشر دلوقتي الكونسنسس فيها بتقول انه لو حصل ديلي في الفتره الاولانيه دي الولاد دول هم دول اللي بيبقوا برون بعد كده للفيدنج difficulties في الاولد تشايلدهود، وهو دول اللي احنا بنعاني منهم في عيادات التغذيه. طيب مين اللي انا المفروض اقول له الكلمتين دول او لازم يبقى عارفهم كل الانستراكشن اللي هنقول عليها؟ الكلينيشن، البيدياتريشن اللي موجود في النيكيو، النيرسينج ستاف اللي بيتعاملوا معاه، البيرسونال اللي هيتعامل مع البريمي ده في الفتره الحرجه بتاعه البوست تشارج، اللي هو مين؟ ممكن تكون ناني، ممكن تكون جراما، ممكن تكون نيرس انا جايبه له، ممكن الام نفسها، او البيرنتس عموما لازم يكونوا اوير باللي انا هقوله. يكونوا اوير بايه؟ لازم يكونوا اوير ان هم مش جاست فيدر، ده لازم يوبزرف ويريكورد ويسبورت الحاله. لازم اقول لهم اول حاجه لازم يبقى عندك فلكسبل بلان، يعني انا هعمل الحاجه الفلانيه. لازم تبقى عارف حضرتك وانت بترضعه انه في فاريابيليتي، لازم تديله حريه حركه، ما هياش 1+1=2، هي الرضع 10 مللي لازم يخلص ال 10 مللي. ليه؟ لما انا بدي فرصه للبريماتيور ان هو انا اتعامل معاه هو هيبتدي انتر اكت مع الفيدر، هيبتدي مع الوقت يكتسب خبره، هيبتدي يعرف الكومبوننت بتاعه الرضعه بتاعته، وهيبتدي يعمل لي اتشيفمنت احسن من الاول. طيب لما باجي اقول اسسمنت بقى عايزه اعمل دوكيومنتد اسسمنت، انا عندي ثلاث محاور لازم نمشي فيها مع بعض مش بارلل، المحاور دي لازم تمشي متتاليه ورا بعضها، ولازم كل واحده تسلم للي بعدها، يعني ما ينفعش واحده تحصل مش مظبوط وابتدي اللي بعدها. هم ايه؟ البري الاورال فيدنج ريدنس، استعداده انه يرضع. تاني واحده الاورو فيدنج سكيلز، ودي في وجهه نظري انا شخصيا دي اهم ما في القصه كلها. الاورال فيدنج ريكفري بعد ما خلص رضعته وضعه ايه، وهنعرف اهميه كل واحده لوحدها. الاورو فيدنج ريدنس
المفروض ان اللي بيردع ده قبل ما يبتدي يقول يردع لازم يبقى عينه ولازم يبقى واخد باله من الانفنت بادي تون، السترينس بتاع اللاتش بتاعه لما تقرب منه البيبرونه، هل بيطلع التنج عشان يستقبلها ولا لا، الانفنت تشست وحركته طالعه ونازله، الكالر بتاعه البيبي، كل الكلام ده لازم يبقى في باله قبل ما يبتدي يتحرك. ولازم كل الكلام ده انا هبتدي ناويه اردع، لازم البيبي بتاعي يكون كوايت توتالي كوايت هانجري، مصحصح، مغيره له دايبر، ويكون عنده مينيمال انرجي اكسبندتشر. مهم قوي المينيمال انرجي اكسبندتشر. ليه؟ انا جيت نويت اردع وقلت اغير الدايبر، جيت اغير الدايبر لقيت لبسه مبلول، قلت اغير لبسه بالمره، لقيت الاندر شيرت مبلوله، طب اغير. عبال ما بتخلص حضرتك المانوفر ده بتكون خلصت شويه الانرجي اللي عنده، بص تلاقيه ابتدى ينهج منك ولونه احمر وعرقان، ما بقاش عنده انرجي اصلا يستقبل منك الرضعه. فلازم ناخد بالنا ان انا كده البوزيشننج بتاع البريمي مهم جدا وانا هبتدي اردعه. هي يمكن دكتور وائل مغطي عليها تماما في الصوره، بس هي الصوره دي بالظبط بتقول لي ان البيبي ده عشان يستقبل مني الرضعه لازم يبقى قاعد 45 ولازم يبقى سنترال شويه، وشه يبقى في وش الفيدر الاثنين مع بعض، ولازم يبقى في شويه فلكشن سنه في راسه والتشين على تحت، لان البوزيشن ده هو الايه الاير واي البيتنت اللي شغال كويس قوي. واخر حاجه السوادلينج مهم، لا خلي البيبي سوادلينج كده بعيد ولا لفه يبقى تايت قوي، يبقى وسط، بس لازم اراعي زي الصوره ان لازم ايديه تبقى بره السوادل، لان دي اللي بتديني انديكيشن عن التون بتاع الجسم وعن الكالر لا قدر الله لو حصل له اي مشكله. طيب الاورال ريدنس، عشان اقول اه خلاص انا اوكي والطفل بتاعي اوكي وهبتدي اردع، لازم احدد البيز لاين اكسجين ساتوريشن، هارت ريت، ريسبيراتوري ريت. ماشي يا شكرا. لازم اعرف البيز لاين اكسجين ساتوريشن والهارت ريت، ريسبيراتوري ريت، التون بتاعه والكالر بتاعه، كل دول لازم الفيدر يكون عينه عليهم، ولازم اخدهم وهو كوايت هادي زي ما قلنا. ايه فايدة ان انا اعمل اسسمنت الكلام ده كله قبل الرضعة؟ يعني ايه القصة دي؟ هل ده بيديني انديكيشن؟ طبعا بيديني انديكيشن. لما وانا ببص على البيبي بتاعي في الدقايق اللي قبل الرضعة ولاقي المسل تون بتاع جسمه كويس ومسك نفسه، تعرف على طول حضرتك ان هو هيبتدي الساكنج بتاعه باور. لو بصيت ولقيت ان هو مصحصح كده وصاحي معايا والرت، معناه ان هو هيسك افيشنتلي وبالتالي هيسحب كميه لبن محترمه. لو انا اول ما قدمت البيبرونه هو ابتدى يسيرش فور ذا نيبل، تعرف ان هو نيورو ديفلوبمنتلي ويل توليريتد. التنج ابتدى يتحرك ويسحب النيبل ويزقها على الهارد بلك، خلاص ده فولي كوردينيتد، جو اون وردع. الكير جيفر بقى في وقت البريباريشن دول شاف الاربع حاجات دول، وشاف التون وشاف المسل وشاف الريدنس بتاعته، ولقى ان كل حاجه اوكي تمام ومظبوطه، يس خلاص انيشيت فيدنج ويبتدي يردع ما فيش مشكله. لا، ده لقى الطفل بتاعه نايمان وما فيش تون وتعبان، نو ما تبتديش رضع كده لانها اصلا مش هيكملها ده ثانيه وهينام منك في النص. امال اعمل ايه؟ لازم استنى شويه سنه كده واعمل ايه؟ احاول اصحصحه، انقله للنان نيوتريتيف ساكلينج، اسحب الببرونه اخليها جنبي شويه واحط باسيفاير وابتدي اصحصح فيه شويه، ابتدي اصلح البوزيشن، يمكن كانت راسه اكستندد ومش مريحاه، ابتدي اعمل سوادلينج، لو مفكوك قوي المه شويه ولو تايت قوي ومضايقه اهويه شويه علشان ارجع. الحركات دي كلها بصحصح القصه بتاعت الويب، بقدر ابتدي تاني وايفالويت وابتدي الكلام. كل ده انا بعمل اسسمنت قبل ما ابتدي الرضعه بتاعتي. هيبتدي يرضع، دخلنا في الستيج المهمه قوي بالنسبه لنا اللي كل خطوه فيها مهم. الستيج دي اسمها ستيج اوف كوردينيشن، كوردينيشن بتاع الثلاث حاجات برضو بيمشوا متوالين، واحده بتوصل للي بعدها، كوردينيشن اوف ساكينج مع سوالوينج مع افيشنت بريذنج. الثلاثه دول هنمسكهم واحده واحده عشان كل واحده منهم سيبريت ليها اهميه. نيجي للساكينج، كويس ان الدكتور وائل قام لان الرسمه دي مهمه جدا. الساكينج الطبيعي اللي لازم ينتج عنه رضاعه طبيعيه، اللي ينتج عنه رضاعه طبيعيه الشكل اللي فوق ده،
بينيشيت السكنج ويمشي ريجولر 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 نورمال وريزميك. هو ده الاولاني اللي بيرضع فيه اللبن. الحبه الاولانيين دول كلهم اللي هم اسمهم السكنج بيرست. السكنج بيرست دي اللي بيبلع فيهم، يليها فتره بوز خالص اسمها السكنج بوز، ودي اللي هيبتدي يتنفس فيها. ده الطبيعي. الالتريشن ما بين البيرست والبوز هي دي اللي بتعمل لي السكنج. طب نيجي للايه، للكوردينيشن بقى مع السوالوينج. هو بلع، الماتيور بيعمل ايه؟ الرسمه اللي فوق برضو دي اللي هو السكنج. الماتيور بيجي يظبط نفسه، البيرست بتاعته ما بياخدهاش كلها حاجه واحده، بيرضع في الاول بسرعه 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 بسرعه، يجمع لبن كتير، وبعدين يبتدي يبطئ يبطئ يبطئ، يديني ديب شالو سلو ريسبيريشن عشان يسوله في الفتره دي، بحيث انه لما يوصل لغايه المنقط ده اللي هو البوز بتاعي يكون عمل كليرنج للاورال كافيتي بتاعته وبلع اللبن بتاعه فيقدر يتنفس. ده مين؟ ده الماتيور. امال الاماتيور او البري تيرم بتاعي بيعمل ايه؟ ما بيقدرش يعمل القصه دي، بيفضل في السكنج سكنج سكنج كونتينيوسلي، ويطول فيها قوي، ما يقدرش يبطئ لدرجه ان هو بيدخل على البوز، فيجي وقت البوز اللي هو هيتنفس فيه اللبن متجمع في بقه ومش قادر يبلعه، ويجي يدخل عايز ياخد نفسه مفيش، يبتدي يبقى الطفل يظهر عليه الهايبوكسيا ويبقى ابنك من اول ستيج دي. ونفضل نلف في السايكل بتاعه كوردينيشن اوف ساكينج وسوالوينج، بتفضل على طول هي دي التشالنج بتاعه البريماتيور. طيب ايه اللي بيحصل في الكوردينيشن بقى اوف ساكينج وسوالوينج مع البريزنج؟ احنا قلنا الماتيور ما عندوش مشكله، ردع ردع، وفي البوز ابتدى يتنفس ويدخل اكسجين والدنيا مشيت تمام. امال بقى البيبي بتاعنا الغلبان البريماتيور بيعمل ايه؟ ما قدرش يفرمل الساكس بتاعته، عمال يجمع في لبن كتير قوي، اتجمع في بقه ما يعرف بالايه، بالبولس، اللبن اتجمع، جه الوقت بتاع البوز اللي المفروض يتنفس فيه مفيش اكسجين دخل، وبالتالي ابتدى يبقى هايبوكسيك، ابتدى يبقى ابنك مش قادر خلاص، مش قادر ان هو ما عرفش حاجه صح. طيب هي البولس اكيميوليشن دي هو انا اعرفها ازاي؟ ده انت لازم حضرتك تكون منبه على الفيدر ان هو يانتيسيبيت. بمعنى ايه؟ هو يعرفها ازاي البولس دي؟ لبن بيبتدي وهو بيرضى الببرونه في بقه او وات ايفر، واللبن عمال يحصل له دريبنج حوالين بقه. لو قال لك اه ده بيحصل، يبقى في ثلاث اسئله هو مكلف يجاوب لك عليهم. هل الدريبنج بتاع الميلك ده بيحصل اول ثرو في كل الرضعات؟ هل ثاني سؤال، هل الدريبنج ده بيحصل في الجزء الاولاني من الرضع وبعد كده بيكوب او بيكمل ما بيقدرش يكمل مثلا بعد 10 ثواني، معناه ان ال 10 ثواني دي هي قدرته على الرضاعه وبعد كده بيقفل ما يقدرش يكمل؟ هل وانت بتشوف اللبن ده نازل انت بتسال الفيدر، هل بتسمع الصوت جرجلينج اللي هو ابتدى يشرق منك؟ ده ستوبت، ده معناها ان اللبن هيبتدي يدخل في النيزوفارينكس ودخلنا في مشكله. ايه الفاكتورز اللي بتاثر على البولس اللي موجوده دي؟ طبيعي جدا كميه الفلويد اللي هو جمعها، عدد السوالوينج، عدد الرضعات اللي محتاجها علشان يقدر يزق البولس دي وينزلها. وده معتمد على ايه؟ على الباور بتاعه الاورو فارينجيال ماسل اللي هتبلع، ودي طبعا مرتبطه بالايدج بتاعه، كل ما كان ماتيور كل ما كان يقدر يخلص القصه دي بمنتهى البساطه. تعالوا بقى نربط الثلاثه مع بعض ونشوفهم بيمشوا ازاي في الماتيور وفي البريماتيور. الترانزيشن من النون فيدنج للفيدنج الاثنين بيعدوا بيها، ماتيور وبريماتيور. كونتينيوس ساكينج والفنتيليشن يقف في اول الرضع الاثنين. الاكسجين يقل في اول 30 سكند من الرضع عند الاثنين. امال بعد كده الكوردينيشن، وبعد ما الاكسجين يقل ياخد نفسه ويعدل، ده الماتيور بس. بينما البريماتيور يا حبيبي بيجي بعد ال 30 ثانيه مش قادر خلاص، والبولس ماليه بقه، يعمل ايه؟ يعمل ما يعرف بالستريس كيوز. والستريس كيوز دي برضو لازم الفيدر يكون فاهم يعني ايه، يروح باعد عن النبل ويحاول يرفع الاي براوز بتاعته على اساس محاوله منه ان هو يدخل اكسجين، لان هو خلاص بقى ابنك ومش قادر. هو اللي فات ده كله اسمه ادابتيشن اوف ذا بريتيرم عشان يقدر يعمل الكواجليشن. فايدته ايه؟ لو عمل ادابتيشن كويس، دخل اكسجين كويس، معناها ان الرضاعه بتاعتي هنا مهمه جدا، وادتني افيشنت فيدنج لان فيها انرجي. بينما البريماتشور
فتيج وتعب من الاول عشان البرولونجيشن اللي هو عملها وما قدرش يتنفس، يبقى انا هفضل ده اللي قدر الله المثال اللي بيقعد معايا اسبوعين وثلاثه في الحضانه وانا مش قادر اعمل له اي اتشيفمنت. والفيجر ده الحقيقه بيقول الكلام ده، انه عند 34 اسبوع بيبقى فيه انكوردينيشن كامل، عند 37 يبتدي يتحسن، عند 44 اسبوع اللون الابيض اللي هو نورمال ساكينج باتر وذ كوردينيشن ابتدى يتكون عندي. لما بنيجي نقول ماتوريشن اوف ذا بريماتور وابقى مطمنه قوي ان البريماتور ابتدى يبقى انا قصدي ايه؟ يبقى انا قصدي ان ابتدى يعمل كوردينيشن للسوالوينج مع الساكينج بريشر واللينس، انها بقى في كومبليت سوالوينج للادكويت بولس قبل ما يبتدي انيشيت الريسبيريشن، انها بروتكشن للاير واي افتر ماتوريشن للايلس. كله انا بتكلم على الاير واي، انا بحافظ عليه. وناخد بالنا ان كل ما كان في ديمينيشد في الفاريابيليتي، يعني كل ما ابتدى يظبط نفسه ويأقلم نفسه ومفيش اختلافات في الرضع، اعرف ان هو ماشي في سكه الماتوريتي. ده اللي فات هيخلينا نفهم الرسمه دي اللي ما كناش بنفهم هي جايه منين. دي اسمها تيبيكال فيدنج بروجريشن بالنسبه للبريماتور. الحاجه الوحيده اللي باديه من عند 24 النون نيوتريتيف ساكينج اللي هو الباسيفاير، احطه يشتغل زي الفل ويمص منه حلو قوي، بينما الجاج عند 32، الروتينج من 34، النيوتريتيف ساكينج اللي انا بحتاجه علشان هو يرضى ده فين؟ من اول 36 لما بيبتدي، علشان كده الواي بتاعه الفيدنج لازم ابتدي بتبي ان اسبوعين، واي البروجريشن العادي اللي هو في الجدول ده اللي كنا برضو ما بنفهمهوش زمان، لان ده بيقول لي عند 28 لا عنده بروبل ساكينج ولا عنده جي اي تي موتيليتي، وبالتالي ماليش حل غير الاي في. عند 28 ل 31 تبتدي الساكينج بيرست تظهر معايا شويه بس من غير كوردينيشن كامله، يبقى ممكن نيزو جاستريك تيوب ابتدي احطها. من 32 ل 34 يبتدي يبقى ماتيور ساكينج وتبتدي الكوردينيشن تظهر، فممكن ابتدي ادي سبون او كاب. وعند ال 34 دلوقتي فهمت ليه عند ال 34 ممكن يبقى عنده ماتيور ساكينج باتر ومور كوردينيشن المجموعه دي كلها، يبقى هنا ممكن انيشيت توتال بريست فيدنج. كل اللي فات ما يديش لحضرتك الحق ان انت تضغط عليه بسرعه يخلص رضعته. Don't argue the premature. يعني ايه؟ ما تقعدش تضغط عليه، هو قفل بقه وخلاص ومش هياخد تاني، وحضرتك مصر على الببرونه تزق وتحرك فيها ونفتح في الجوب العافيه. لا، ما ينفعش. ما ينفعش ان هو اخذ البيرست بتاعته وبعدين بطأ شويه في البوز حضرتك تهز فيه علشان لا كمل. لا، ما يكملش، ده لازم يريح، لازم تحترم الباتر ده. هيرضع ويقف ويرضع ويقف، تتاكد حضرتك وتفهم الفيدر ان هو كده ابتدى يبقى كويس جدا. لو فتيج ده وتعب سيبه، مش هيقدر يكمل في الوقت ده. ثالث ستيج اللي هي الاورو فيدنج ريكفري، بقى هو خلص الرضعه، الخمس دقائق اللي بعدها مهمين جدا. نفس اللي كنت بعمله قبل هعمله في الخمس دقائق دول، هاسس البيز لاين اكسجين، البيز لاين ريسبيراتوري ريت والهارت ريت والتون والكالر. ليه؟ هقارنهم ببعض اللي قبل والبعد علشان اقول ان الفيدنج دي الوجبه دي ده يعني عمل بروجريشن فظيع، لا ده منتين، لا ده بيديتوريريت على اللي قبل كده، يبقى عندي مشكله غلط. الفاكتور اللي بتاثر في حاجات انترنال خاصه بالطفل نفسه، الهيلث والاكسبيرينس والنيوروماتوريليشن، وفي حاجات اكسترنال، سبيد بتاعه البولس لو انا حاطه النيزو جاستريك وعماله اديها له بسرعه اكتر من قدرته ان هو يبلع، السايز بتاعها، التيوب نفسها موجوده، الفيدنج الفيدر اللي بياكله في حد ذاته. لما اقول ان الطفل ده هيبقى ماتيور مع الوقت معناه بقى عنده مور فيدنج باتر اكسبرس مور فيدنج سكيلز لانفنت ادابتيشن، وبقى سموثلي تشينج في التاسك، بدل ما كنت بدي 10 هدي 15 حد 20 وبيتقبل مني، معناها ان في بروجريشن على طول. الحقيقه في ارتكل البريناتولوجي جورنال في 2020 قالته ظريف جدا، وقالت نفس الكلام اللي احنا بنقوله، ان هي في فاكتورز بتاثر على الكفاءه بتاعه الماتوريشن اوف ذا اورو فيدنج سكيلز، وعلى راسها قالت الفيدر اول حاجه الفيد. لا ده مش عايز ياكل، لا ده اللي دخليه على النيزو جاستريك تيوب، لا ده زق فيه بالعافيه، هو هيعند اصلا ومش هيتعامل معاه. يبقى تاخد بالك كويس قوي من الفيدر والاكتيفيتي اللي بتاثر عليه. تراباب كل اللي احنا قلناه، هنقول انه الفيدنج سكالز از نيدد تو اكامبلش سيف افكتيف فيدنج، انه ماتوريشن از ذا كوردينيشن اوف ساكينج سوالوينج ويز بريذنج،
إنه أساس infant readiness to engage في oral feeding is mandatory. Caregiver behavior need multiple interventions. Assessment for sign must be adjusted for each individual infant. وتفضل الفيدنج جيرني بتاعة البريمي من النيكيو من الحضانة لغاية ما وصلوا البيت to be as rapid as possible. دي الميشن بتاعة كل واحد فينا بيشتغل مع بريماتيور. And thank you. Thank you, dear Professor Ines Rafat, for this informative lecture. دكتورة إيناس، كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة. طبعا بشكرك جدا على المحاضرة دي وكده، بس بحب أضيف حاجة. الكاب فيدنج، يعني إحنا عندنا البريتيرم دلوقتي عشان ما يحصلش كونفيوجن ما بين النيبل وما بين الأم، بنعمل الكاب فيدنج والحقيقة ناجحة. يعني بريتيرم مثلا عنده 32 أسبوع أو 31 أسبوع بالكاب كده، وبياخد وبيعمل لاتشنج زي بالظبط زي ما يكون بيرضع. أنا ما خدتش بالي من الاكتفنس بتاعة الكاب في الستيج دي دوكيومنتد ومحطوطة. يعني الجدول اللي احنا حاطينه ده ما نقلناش على طول على الاورل، ده احنا لازم نعدي على الكاب فيدنج. مهمة جدا. طبعا هو في فاكتور كمان بيتحكم معانا اللي هو الوزن بتاع البيبي. حتى لو كان عارف يعمل ساكن كده، لكن لو اقل من كيلو ونص بنستنى شوية علشان خاطر هو بيفقد انرجي في حتة ان هو يرضع وكده، فبستنى بعد كيلو ونص عشان ابتدي اخليه ياخد اورال ويمص وياخد بوتل او ياخد من امه. يعني بنستنى شوية. بنستنى يعني شوية. ده من الناس اللي بتطول شوية، مش بنتعامل معاهم زي اللي باجي اتنين مثلا او اتنين مية. شكرك يا دكتورة ايناس جدا. شكرا دكتورة نايرة. شكرا. شكرا يا دكتور ايناس على المحاضره الجميله انفورماتيف، وبالتوفيق ان شاء الله.